تحية طيبة لكم أينما كنتم. بين المغرب وإفريقيا علاقات استراتيجية متعددة المجالات والأبعاد ضمن رؤية ملكية تجاه القارة، جعل المغرب من تعاون جنوب جنوب رافعة أساسية للنهوض بهذه العلاقات. فالحضور المغربي في إفريقيا اليوم بارز في عدة مجالات دينية وثقافية واقتصادية وصحية وغيرها. ولأن التضامن الفعال والتعاون المثمر يشكلان مرتكزا أساسيا في العلاقات بين المغرب وعمقه الإفريقي، في زمن الجائحة برز مفهوم دبلوماسية اللقاح، وبرز معه التزام المملكة القوي تجاه القارة واتخذ أشكالا مختلفة. بعد الجائحة وفي ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم، انفتحت جبهة جديدة بالغة الأهمية، تلك المتعلقة بأزمة نقص الغذاء في إفريقيا. وهنا أيضا المغرب حضر بثروة معدنية يملكها باتت تذكرة عبور إلى العديد من المناطق والبلدان خاصة الإفريقية، بفضل احتياطي ضخم من الفوسفات وواحد من أكبر منتجي ومصدري الأسمدة في العالم. يستهدف المغرب 40 دولة إفريقية برفع صادراته نحو القارة. توجه المغربي بات يعرف بدبلوماسية الفوسفات أو دبلوماسية الأسمدة. فماذا يمثل هذا البعد بالنسبة لمصالح المملكة الاستراتيجية في التنمية والنمو ومواجهة كل التحديات بالنسبة للقارة الإفريقية؟ موضوع نناقشه اليوم مع الدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا الدكتور يعقوب شعيب، أستاذ جامعي وباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية. قبل ذلك نتابع هذا التقرير. في خضم الأزمة الغذائية العالمية وتداعياتها القاسية على القارة الإفريقية، يبرز الحس التضامني المغربي مع عمقه الإفريقي. آخر تجليات ذلك إشراف العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال زيارته مؤخرا للغابون على تسليم هبة من 2000 طن من الأسمدة للفلاحين الغابونيين عبر المكتب الشريف للفوسفات. سيخصص المغرب 4 ملايين طن من الأسمدة للقارة الإفريقية هذا العام، وهو ما يمثل نسبة 80% من حاجياتها، خطوة ستمكن من ضمان أسمدة جيدة وبأسعار رخيصة لتحسين مردودية 44 مليون مزارع في 35 دولة بالقارة. فضلاً عن ذلك، تعتزم المملكة تحقيق قفزة كبيرة في صادراتها من الأسمدة المشتقة من الفوسفات نحو البلدان الإفريقية، حيث من المنتظر أن يرتفع حجم الصادرات إلى أكثر من 90%، ستستهدف 40 بلداً بالقارة. إلى جانب ذلك، أقام المكتب الشريف للفوسفات الرائد دولياً في سوق الأسمدة مصانع بعدد من الدول الإفريقية، في خطوة تعكس تقاسم التجربة وتعزيز التعاون في مجال الذهب الأبيض. اهتمام المغرب بالقارة الإفريقية يتعزز باستمرار طبقاً لرؤية متبصرة للملك محمد السادس، تجسد ذلك بشكل ملموس في الزيارات الملكية المتوالية للدول الإفريقية والتوقيع على عديد اتفاقيات الشراكة والتعاون تراعي أولويات القارة وحاجيات سكانها. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن دور ريادي وقيادي يلعبه المغرب في إفريقيا، هذا الموضوع نناقشه اليوم مع الدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأيضا الدكتور يعقوب شعيب، أستاذ جامعي وباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية من جامنا. أرحب بكما وأبدأ معك دكتور شعيب، أهلا وسهلا بك. أولا، إذن التضامن الفعال والتعاون المثمر يشكلان مرتكزا أساسيا في العلاقات بين المغرب وعمقها الإفريقي في مختلف المجالات. هذا التضامن تعزز بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين. أولا، لو نتوقف معك عند أبرز ملامح هذين المحورين. أولا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأشكر الضيف دكتور خالد الشرقاوي، وسعيد أن أكون ضمن ضيوف هذه الحلقة لنتناول هذا الموضوع الهام الذي يعتبر من المواضيع الهامة في الساحة الأفريقية. أولا،
الذي يجمع المغرب وأفريقيا هو البعد الجغرافي. أولا، للمغرب حدود مع بعض الدول الأفريقية وقربها من العادات والتقاليد الأفريقية، وخطط المغرب في مجال التنمية لاستغلال الثروات التي تتمتع بها. هذا جعل للمغرب مكانة خاصة لدى بعض الدول الأفريقية. وإذا نظرنا إلى أفريقيا، أولا، أفريقيا عانت في العقود الماضية إبان الاستعمار وبعد فترة الاستعمار من حروب أهلية طاحنة في أغلب الدول الأفريقية وتأخير في مجال التنمية. أدت كل هذه الأسباب إلى جعل أفريقيا متأخرة ومتخلفة في مناحي كثيرة من الحياة، ومن أبرزها المناحي الزراعية، حيث لا يتمتع جزء كبير من دول القارة الأفريقية على استغلال ذاتي في مجال الزراعة. وكانت تعتمد أفريقيا كثيرا على استيراد بعض الحاجيات الأساسية من بعض الدول الغربية، وهذا في حد ذاته من العيوب الكبيرة التي تعيشها أفريقيا، خاصة أنها أكثر ما نعتت بالجوع، أنها دولة قارة جائعة بالرغم من أنها تمد القارات الأخرى بكثير من احتياجاتهم الأساسية. إذن لجأت الدول الأفريقية في الاعتماد على ذاتها محليا للاكتفاء الذاتي، وأغلب الدول تتمتع بأراضي خصبة، هذه الأراضي الصالحة للزراعة تستطيع أن تستفيد منها. إذن وخاصة في هذه اللحظة التي نحن فيها، تعتمد الزراعة على التكنولوجيا بصورة كبيرة. اعتمادها على التكنولوجيا بصورة كبيرة جعلها تعتمد على الأسمدة والصداقة والأخوة والمصداقية ما بين بعض الدول. نعرف العلاقات التي تنشأ ما بين بعض الدول، العلاقات هي علاقات شكلية وتعتمد على بعض المصالح التي تعتمد عليها بعض الدول المهيمنة على الدول الأفريقية. لكن ما لمسه الأفارقة من المغرب هو التعاون المثمر ما بين الجانبين، أن نعم، تستفيد المغرب في مجال الاستثمار وأن تستفيد أفريقيا أيضا في مجال الاستثمار. هذا حبذا، وخاصة بعد جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا وروسيا، جعل الأفارقة يتجهون إلى الاكتفاء الذاتي، وهذه الخطط الزراعية تعتمد اعتماد كبير على الاعتماد على الأسمدة نعم، والفوسفات الذي تتمتع فيه المغرب، ويمثل أنها لديها أكثر من 70% من احتياطات العالم. هذا جعل لها مكانة وجعل سوق أفريقيا سوق مفتوحة للمغرب، تستطيع المغرب أن تستفيد من هذه السوق، وبصورة طبيعية تستفيد الدول الأفريقية من الأراضي الخصبة التي لم تستغلها. وهذه العلاقة مبنية على الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة. هذه هي الأساسيات التي تعتمد عليها أفريقيا والمغرب في نعم مجال الزراعة وفي مجال التعاون المثمر. نعم طيب، أتحول إليك دكتور الشرقاوي السموني، أهلا وسهلا بك. إذن من مظاهر التعاون أيضا والتبادل الفعال والمثمر ما بين المغرب وإفريقيا، المغرب اليوم يستهدف 40 دولة إفريقية بالأسمدة في سياق موسوم بأزمة غذائية عالمية، ووسط صعوبات أيضا كبيرة في الحصول والتزود على بهذه الأسمدة. هذا ما جعل بعض الدول تهتم بالأسمدة المغربية اليوم. كيف تجد أهمية هذه الخطوة وهذا التعاون المغربي الإفريقي اليوم في هذه المادة الحيوية؟ في البداية أشكر قناة الميديا على الاستضافة، كما أرحب كذلك بالضيف الكريم الدكتور يعقوب شعيب. لا بد أن نشير بأن السياسة الخارجية المغربية ترتكز على عنصرين، يعني التعاون والتضامن. لذلك نلاحظ أن المغرب قام بعدة تدابير ووقع على عدد من الاتفاقيات مع عدد كبير من الدول الأفريقية خلال 6 سنوات الأخيرة، تطبعها يعني الشراكة المتكافئة، تطبعها كذلك قيم التضامن الإنساني. وقبل أن يعود المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، فنلاحظ بأن هذه السياسة كانت قائمة يعني قبل رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي. سنذكر في سنة 2016 بإثيوبيا، وقعت المملكة المغربية مع إثيوبيا اتفاقيات إنشاء أكبر محطة لإنتاج أسمدة الفوسفات، وقعها
المكتب الشريف للفوسفات مع نظيره مؤسسة الإثيوبية النظيرة. كما أيضا وقع اتفاقية مع نيجيريا في هذا الخصوص. في خلال هذا الشهر يشرف جلالة الملك على توزيع أطنان كبيرة من الأسمدة على الفلاحين الغابونيين، كلها سياسة ترتكز كما قلت على التعاون وعلى التضامن الإنساني، وهذا يعني من قيم المملكة المغربية منذ قرون، يعني مساعدة كل الدول الإفريقية والعربية وغيرها من الدول التي تعاني من أزمة أو من كوارث أو غيرها. فهذه السياسة الجديدة التي أصبحت تدعى بسياسة أو بدبلوماسية الفوسفات أصبحت ركيزة من ركائز السياسة الخارجية المغربية في العالم، ليس في إفريقيا، ولكن بالخصوص نحن نركز نقاشنا اليوم على إفريقيا، يعني نلاحظ حتى في أمريكا اللاتينية وفي عدد من الدول في أوروبية كذلك. فالسياسة الجديدة أو ما يسمى دبلوماسية الفوسفات جعلت من المملكة المغربية أن يكون لها مركزاً إشعاعياً على الساحة الإقليمية، وكذلك مثلاً على المستوى الاقتصادي من خلال ما يتوفر عليه المغرب من مخزون مهم من مادة الفوسفات من جهة، ومن جهة أن العالم الآن يعاني من أزمة الغذاء، ومن أسباب أزمة الغذاء يعني قلة الموارد الطبيعية مثل الفوسفات. فهذه المادة أصبحت ضرورية في الزراعات الإفريقية، خاصة الدول التي تعاني من ظروف الجفاف، من نقص في الغداء، من ظروف قاسية. فالمغرب أصبح يعني يلعب هذا الدور الإنساني يعني بالدرجة الأولى، قبل أن يكون دور اقتصادي في مساعدة عدد من الدول الشقيقة، وبالتالي هذا سيساهم كذلك في تقوية العلاقات الأخوية والعلاقات المتينة بين المغرب وأشقائه الأفارقة، من أجل إفريقيا نامية، من أجل إفريقيا جديدة متقدمة مبنية على التعاون جنوب جنوب، بعيدة عن كل أشكال أو مظاهر الاستغلال. نعم. طيب أتحول إليك دكتور شعيب. كما تحدث دكتور الشرقاوي، المغرب أقام مصانع للأسمدة بعدد من دول القارة، وقدم للأشقاء الأفارقة تجربته الزراعية والفلاحية خلال قمة داكار الثانية التي عقدت مؤخرا. ما أبرز الفرص التي يمكن أن يحققها برأيك الطرفان بتعاونهما الفلاحي هذا والإنتاجي أيضا؟ الفرص التي من خلال هذه الاتفاقيات وهذا النحو الذي اتجهت به المغرب إقامة هذه المصانع، سواء كما ذكر الدكتور الشرقاوي قبل قليل في أثيوبيا وغيرها من بعض الدول الأفريقية، أفريقيا مؤخرا رأت أنها يعني ضحية لبعض الاتفاقيات التجارية ما بينها وما بين دول أوروبا، وأنها لم تركز على الاستفادة من الأراضي الخصبة التي لديها، فرأت أنها يعني ترجع إلى مراكزها الأساسية وبإمكانها من الاستفادة من الأراضي الخصبة الزراعية الكبيرة. إذن إقامة المصانع في عديد من الدول والاتفاقيات التي أجرتها المغرب مع بعض الدول، سواء كما ذكرنا قبل قليل الغابون وأفريقيا وكوت ديفوار ساحل العاج وأديس أبابا، يعني هذه الاتفاقيات هي بوادر قامت بها المغرب من أجل يعني تسويق المنتجات التي تتمتع بها وخاصة الفوسفات، لكن في حد ذاتها أقامت علاقة مع أفريقيا. لماذا؟ لأن أفريقيا بحاجة إلى هذه المواد لاستغلالها في أرض الواقع. لا توجد قارة من ضمن قارات العالم الكبرى الست يعني بحاجة إلى الأسمدة أكثر من أفريقيا. كل تلك القارات استطاعت أن تجعل لنفسها اكتفاءا ذاتيا ولو جزئيا، لكن أفريقيا ما زالت
أغلب أراضيها ليست خصبة. إذن هذه البادرة أو هذه المصانع لتقريب تصدير هذه المنتجات إلى أفريقيا. مثلاً المغرب تتواجد في بعيد من القارة الأفريقية، في جزء من القارة الأفريقية. مثلاً يعني مثلاً إذا قارنا مثلاً الصومال وأفريقيا والمغرب نجد أن هناك تباعد، جنوب أفريقيا والمغرب نجد أن هناك تباعد كبير. إذن إقامة المصانع في بعض المناطق وبعض الدول تسهل عملية التصدير لهذه الدول التي أقيمت فيها وتصدير للدول المجاورة لتلك الأماكن. مثلا إذا رأينا أن الصين هي التي تقوم بتصدير الفوسفات إلى بعض الدول الأفريقية، من الصين إلى أفريقيا، إذن الأغرب أن نستفيد من هذه قرب المسافة بين المغرب وأفريقيا حتى نتمكن من توزيع هذه المنتجات الهامة لدول أفريقيا والتي لها تأثير في المستقبل القريب على إنتاج القارة الأفريقية من المواد الزراعية التي لها أثر كبير على تحسين جوانب التنمية في أفريقيا وفي المغرب أيضا. نعم. طيب دكتور شرقاوي، وسائل إعلام أجنبية وعالمية تسلط الضوء اليوم ومرة أخرى على المملكة كقوة مؤثرة، هذه المرة من خلال هذا الدراع الاقتصادي القوي الذي هو الفوسفات، احتياطي ضخم يجعل المغرب اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة في العالم، بالتالي ضمان أمن غذائي وضمان حضور قوي في إفريقيا. هذا البعد ماذا يمثل لمصالح المملكة الاستراتيجية؟ المملكة الآن أصبحت قوة جيوستراتيجية وقوة إقليمية بسياسة جديدة تتبعها نوع من التعاون، كما قلت نوع من الشراكة، و يعني تزويد الدول بالخبرات، يعني سواء الخبرات الأمنية، الخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة، في مكافحة الهجرة السرية، إلى غير ذلك من التجارب والخبرات التي أصبح المغرب يكتسبها بفضل السياسات الجديدة التي نهجتها المملكة في السنوات الأخيرة والتي تطبعها نوع من الامتداد الاقتصادي والامتداد كذلك التعاوني مع عدد من دول المنطقة ودول الجوار وخاصة الدول الإفريقية. والآن أصبح المغرب يعني من بين المستثمرين المهمين على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا، وربما سيحتل المرتبة الأولى في السنوات القادمة. المغرب كذلك له خبرة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية وساعد عدد من الدول الإفريقية في هذا المجال، وأصبح من الدول التي تقدم خبرات لدول جي 5 دول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وجنوب الصحراء وفي حوض تشاد. المغرب الآن له سياسة جديدة في مجال الهجرة، ويستضيف المغرب يستضيف المرصد الإفريقي حول الهجرة الذي أصبح مقره في الرباط من أجل سياسة جديدة في تدبير الهجرة مخالفة للسياسات السابقة أو إن لم نقول السياسات الغربية التي فشلت في تدوير مجال الهجرة. الآن المغرب له تصور جديد في مجال تدوير الهجرة على أساس الجانب الحقوقي والجانب الإنساني. المغرب ينظر إلى التعاون الإفريقي على أساس رابح، على أساس الشراكة المتكافئة وليس الشراكة التي يكون فيها عنصر مستغل وعنصر مستغل. فالبعد الجديد للسياسة المغربية وللدبلوماسية المغربية الجديدة مبنية على كما قلت في البداية على التعاون والشراكة المتميزة والبناء والمتكافئة وعلى التضامن والدعم الإنساني. هذه الخصوصيات
التي تتميز بها السياسة المغربية جعلته أن يكون رائدا نعم. على الصعيد طيب دكتور شرقاوي عفوا دكتور شرقاوي كدولة دكتور شرقاوي عفوا نعم. على المقاطعة يعني من منطق رابح رابح المغرب يقدم ورقة الأسمدة اليوم إلى القارة الإفريقية من خلال هذا الاحتياطي الضخم من الفوسفات بالمقابل ما الذي يمكن أن يستفيده المغرب من خلال هذه الورقة؟ هو المغرب يراهن على تمتين العلاقات بين الدول الإفريقية، علاقات مبنية على الثقة وعلى مبني تطبع الشفافية ومبنية على التعاون في كافة المجالات، ومن جهة أخرى كذلك للدفاع عن مصالحه ضد كل خصوم الوحدة الترابية وضد كل من سولت له نفسه أن يعادي المملكة المغربية. الآن المغرب له حصن وله امتداد إفريقي قد يجعل منه مدافعا قويا على مصالحه سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. نعم طيب دكتور شعيب أعود إليك هذا نتحدث اليوم إذن عن دبلوماسية الفوسفات أو دبلوماسية الأسمدة لكن دائما طبعا التعاون والتبادل الإفريقي المغربي يشكلان أحد يعني الأسس الرئيسية لرؤية وفلسفة منطقة التجارة الحرة الإفريقية هذه المشروع الضخم العملاق إلى أي حد يشكل المغرب اليوم مثالا على ذلك من خلال علاقته بمحيطها الإفريقي؟ من خلال علاقته بالمحيط الإفريقي خطوات المغرب في مجال كون أن تكون المغرب دولة إقليمية أو محور إقليمي مؤثر في السياسة الإفريقية وفي السياسة الخارجية للمغرب خطوات المغرب كلها كانت في الاتجاه غالبا في الاتجاه الصحيح. أولا لماذا في تصنيف مثلا تحدث أو في تقرير أصدره جي بي مورغان البنك الأمريكي أشار إلى أن المغرب في عام 2025 ستكون الدولة الأولى على مستوى الاستثمار في أفريقيا، أي تتصدر الدول المستثمرة في الدول الأفريقية تكون الأولى على مستوى أفريقيا، الآن تقريبا هي في المرتبة الثانية. هذه الخطط دخلت في مجالات متعددة، أولا نتحدث في مجال الطاقة، هناك استثمارات ضخمة للمغرب في مجال الطاقة، هذه الاستثمارات لها أثر كبير في تنمية بعض الدول الأفريقية، إضافة إلى ذلك الاستثمارات التي تتمثل في الجانب المالي والمصرفي، يعني لدى المغرب يعني مثلا أكثر من بنكين مستثمرين لديهما استثمارات في أفريقيا، استثمارات ضخمة وكبيرة ولهما أثر اقتصادي كبير على الدول التي استثمرت فيها وعلى الدولة المستثمرة المغرب. إذن والاستثمار في مجال الزراعي الذي نتحدث فيه الآن، هذه الاستثمارات الضخمة تجعل أفريقيا تسعى إلى أن يكون هناك تكامل ما بين الدول الأفريقية. هذا التكامل تدريجيا يبدأ بهذه المنطقة التي نتحدث فيها، بمنطقة التجارة الحرة ما بين هذه الدول، وهذه الاتفاقيات يعني التي أبرمتها المغرب سابقا والتي ستبرمها لاحقا يعني تجعل من منطقة التجارة الحرة ما بين أفريقيا منطقة وسوق واسع. إذا ما قررنا أن إلى الآن هذه الاستثمارات التي نتحدث فيها وعلى أن تكون المغرب مثلا الدولة الأولى من حيث الاستثمارات في أفريقيا، يعني هذا الآن الاستثمارات نسبة استثمارات المغرب في أفريقيا من حيث استثماراتها الخارجية لا تتعدى 6%، استثماراتها مثلا مع أوروبا 60%، استثماراتها مع آسيا 19%، استثماراتها مع أمريكا الشمالية تقريبا 12%، استثماراتها في أفريقيا يعني لا تتجاوز 6-7%. هذه النسبة بالرغم من ضآلتها استطاعت أن تصل إلى مراحل متقدمة مقارنة مع غيرها من الدول. إذن المستقبل القريب والبعيد يعني إذا كانت المغرب قادرة على أن تستثمر في الدول في يعني أن تصدر منتجاتها إلى أوروبا، أنا أتحدث إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى آسيا بنسبة تفوق أفريقيا، فإن أفريقيا هي الحاضنة الأساسية الأولى للمغرب قبل أن نتحدث عن أوروبا وقبل أن نتحدث عن آسيا. إذن هذه السياسة هي التي تجعل التجارة ما بين الدول الأفريقية داخليا تجارة رابحة وكبيرة ورائجة في السنوات القادمة نسبة لاتجاه الأفارقة للاستغلال
الداخلي فيما بينهم بدلا من أن يكونوا سوقا مفتوحة للآخرين وأن يستفيدوا منهم. إذا كانت المغرب وغيرها من الدول الأفريقية لديها تجارات مع الدول الأفريقية، ففي هذه الحالة نجد أن الأفارقة يستفيدون فيما بينهم، وأن تكون هناك مثلا احتياجهم للعملات الخارجية يكون ضعيف، وتقوية لعملاتهم المحلية فيما بينهم. إذن هذه الخطط وهذه البرامج التي وضعتها المغرب وأفريقيا تساهم بصورة كبيرة من حيث دعم الاقتصاد الأفريقي أولا، ومن حيث الاتجاه نحو التكامل الأفريقي ما بين الدول من خلال الاستفادة والتكامل فيما بين الدول في مجالات الاستثمارات المختلفة. شكرا جزيلا لك الدكتور يعقوب شعيب، أستاذ جامعي وباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، كنت معنا من جامنا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا. وأشكر أيضا الدكتور خالد الشرقاوي سموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.